ملفات عديدة تهدد النسيج الاجتماعي في كركوك، أبرزها حسم مشكلة ملكية الأراضي الزراعية. مزارعون من العرب والتركمان ضموا وقفة احتجاجية لمطالبة الجهات التشريعية بالتدخل لحل المشكلة، مهددين باعتصام مفتوح ما لم يحسم ملف الأراضي بشكل نهائي. تفاصيل أوفى في سياق تقرير مراسلنا محمد الصالح. نعم نعم لاسترجاع حقوقنا. تمر السنين وتتغير الأنظمة، لكن مشكلة ملكية الأراضي الزراعية في كركوك لم تجد طريقها نحو الحل بعد، ما جعل أصحابها من الكرد والتركمان ينظمون وقفة احتجاجية مطالبين السلطات التشريعية بالتدخل العاجل. وبعدما خاب أملنا، ها هنا اليوم نناشد مجلس النواب العراقي بالتصويت على إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ومكتب تنظيم الشمال إلى أصحابه الشرعيين، إلا أن وجود بعض أصوات النشاز تحت قبة البرلمان لعدم تمرير تلك القرارات المجحفة لصالح المتضررين من أهالي كركوك الأصلاء. تعرف أنت إذا أرضك مغتصبة مغصوبة من قبل نظام البائد وقدام عينك بأن يستغلوه وأنت حق مشروع لك طابوا من أبو آباء وأجدادك، كيف تقبل بين ناس غرباء؟ تهديد بالتصعيد نحو اعتصام مفتوح ما لم يتم حسم الأمر بشكل نهائي، فمصير مئات الآلاف من الدوانم الزراعية ما زال شائكاً منذ العام 2003 وسط مخاوف من انعكاس الأزمة على النسيج الاجتماعي في المحافظة. قرار 117-71 لا يزال الأرض الأراضي سائر المفعول، لكن هم مسوين عقد على عقد. انتهى وقت ذاك النظام، جاء نظام جديد، هاي أربع دورات برلمانية احنا دا نسمع من مجلس النواب راح يلغون هاي القرارات ويعود الحقوق لأصحابها الشرعيين. هسه فات أكثر من 20 سنة والحال على ما هو عليه. ومع كل تصعيد تتشكل اللجان الحكومية على أمل الحل الجذري للأزمة، لكن التأجيل هو القائم في كل مرة، فيما يؤكد الجميع على امتثالهم للقانون والرضا بالقرارات القضائية لحسم الملف بشكل نهائي. شنو القرار اللي مستند عليه الجيش؟ من كركوك محمد الصالح، قناة دجلة الفضائية.